كاين يعني وين الاتحاد العربي يرسلنا يعني انفيتاسيون باش نشاركوا في البطوله العربيه للانديه اللي راح ستجرى في تونس من يوم من 15 فيفري الى 27 فيفري. الدعوه يعني احنا ماذا بينا هذه الفرصه هذه ما نضيعوش المشاركه هذه، لان العام هذا وين درنا فريق يعني فريق متكامل من جميع النواحي، وين عندنا ثمن اعضاء ثمن لاعبين اللي راهم في الفريق الوطني. هذا سيت اون شانس لينا كبيره باش نشاركوا في هذه البطوله. احنا بعثنا السيد الوالي بعثنا له اون فيش تكنيك باش يعني وفرنا الماده اللي يعني لي مويان اللي لازم باش نشاركوا في هذه البطوله، ما لازمش نضيعوها. وين يعني قلت لكم بلي الفريق هذا عنده كلمته في هذه البطوله، درنا فريق اللي يقدر ينافس هذا العام يعني في سواء في المنافسه القاريه والله في المنافسه العربيه. هذه هي دوك لي مويان، رانا في غير خرجنا غير كيما خرجنا من عامين تاع الكوفيد هذه، وين لي كاس سون فيد يعني راهم فارغين. قلت لك حنا نطلبوا من السيد الوالي باش يهز بعين الاعتبار هذا الاستدعاء تاع البطوله العربيه ويوفرنا الامور اللي لازم، لان لحد الان ما كان حتى يعني دوره يعني ما دخلناش دراهم لا من الولايه ولا ما من البلديه القديمه. احنا ان شاء الله نستناو في هذه السلطات نتاعنا ان شاء الله باش يرافقونا في المشاركه هذه اللي عندنا كلمتنا في المنافسه. اخر اجل هو يكون اخر اجل تاع التاكيد تاع المشاركه نتاعنا لازم نعرفوا باللي هو لو 5 جونفي، يعني قبل 5 جونفي لازم ناكدوا المشاركه نتاعنا، وحنا ما نقدروش ناكدوا المشاركه نتاعنا بدون ما نتحصلوا على الاموال اللي راح تخلينا باش نشاركوا في المنافسه. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناه الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.